بجلعان بظهرها هيك؟ شو بيقولوا عليك الناس؟ ها؟ هيك وجهك شو تعبان؟ وعيونك عيونك منفخة كأنك واهية من النوم. لا 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 لا، لازم تحطي على القليلة شوية ميك اب، شوي بس ما حدا حيلاحظ. شو انت رايحة على عزاء؟ شو هالعباية هاي؟ شو في شكلك فيها مثل الكيس؟ بدك اصحابي يتمسخروا عليك؟ شو بدك اياهم يقولوا عني؟ ما لقيت تلبس خير عباية الماما؟ لازم نلاقي لك عباية يكون تلبقلك. بعدين مين قالك اذا الحجاب لازم يغطي كل شعري؟ رح الحياة شوي شباب ما رح ياكلوكي. شفتي؟ هلا صرت يقولوا مثل القمر، حجابك مثل ما هو. يلا يلا انا نازله. الحجاب قال. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها.